السلام عليكم. الآن بنصلي ووقفوا اثنين من الإخوة الفضلاء جزاهم الله خير، وضعوا السجادات وبنصلي مع بعض جماعة. وهذه الميزة، ميزة المجتمع الإسلامي، دائما مترابط، يعني مش لازم تعرف الناس حتى تتواصل معهم. الله يبارك فيك. صلينا ولله الحمد، والجماعة هطلعوا أصحاب فروسية وأصحاب خيل، ويدعوني لركوب الخيل، نركب بإذن الله عز وجل. أنا طالع طلعة بسيطة، لكني برضو متردد في أني أستمر ولا أرجع. كانت عندي رحلة يفترض أنها تكون يوم الجمعة، 160 كيلو، والمبيت داخل البر، ويوم الجمعة هو أمس، اليوم السبت، فما في أحد تجرأ يرافق. يعني هذه آخر نقطة هنا في النور، وبعدين نبدأ في دخول منطقة الظلام. الناس يخافون يدخلون هذه المنطقة، وأقصد بالناس الدراجين اللي حولي. يعني في مجموعة تقريبا فيها يعني أكثر من 100 عضو، كلهم دراجين، فهم ما عندهم مشكلة يطلعون رحلة زي هذه 20-15 كيلو، ما في أي مشكلة، ساعة ويرجعون، لكن يوم كامل لا. فالبعض قال أنا بطلع معك فترة النهار، وإذا قرب الليل أرجع. قلنا ما عليه، ولكن مر اليوم وبدون أثر. انتظرنا اليوم الثاني واعتذرنا عن اليوم الأول وبلغنا البقية. اليوم الثاني برضو ما أحد رد، سوى عضو أساسي، العضو الأساسي اللي دائما يرافقني اعتذر بسبب مرضتنا، أما البقية اختفوا. فالآن لي قرابة 10 أشهر في عالم الدراجات، وأبحث عن شخص واحد فقط يعني أتوافق معه يقدر يبيت، يعني يكون عنده الاستعداد وعنده التجهيزات وعنده الخبرة وعنده الرغبة وجدوله يسمح. أنا معتاد أني أبات لوحدي، تبقى أن المشكلة لا أريد أن أخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعت على حديث في النهي عن هذه المسألة، فبحثنا عن رفقاء زملاء، ما في. ومجموعات الدراجين ترى ما عندهم مشكلة يباتون يوم أو يومين أو ثلاثة، لكن 30-40-50 دراج ما ينفع. رحلات الاستكشاف، رحلات السياحة والمتعة تكون 2-3-4 بالكثير، 6 عشان خاطر. فبالنسبة لي ما يناسبني حقيقة أن أطلع مع مجموعة كبيرة خلف سيارة أمامها سيارة
والتجهيزات كلها معدة. رحلة 5 نجوم هذه ما تنفع، أنت جاي تستثمر يعني متعتك بهذه الرحلة، مش تجيب البيت معك. وطبعا هذه لها جو وذيك لها جو، ما في مشكلة، يبقى أن مجموعة الاستكشاف تكون دائما قليلة. فإذا بغيت أنك تخلو مع نفسك، تتأمل في ملكوت الله عز وجل وتستكشف وتحس بطعم الرحلة، يكون من الأفضل أنك تخرج مع عدد قليل ومتجانس. مشكلة صار الفريق غير متجانس، لأن البعض في الحر يبغى مكيف، وفي البرد يبغى دفاية، يبغى آيس كريم، يبغى عصيرات، وهنا بجربها. ويكون طالع في رحلة خلوية وجايب معه كاشفات ضوء حق الملعب، ما ينفع. متعة الرحلات أنك تأتي بالشيء المحدود القليل وتستثمر هذه الموجودات القليلة بأفضل استثمار. مثال يعني عندك موية قليلة للشرب، تبغى تتوضى تصلي، تيمم، هذه يعني سنة وجميل أداء عبادة لله. والبعض يخاف من الحية والعقرب وغيرها، ويظن أنه إذا طلع البر بيموت، وإذا جلس في البيت قد ما يموت. أولاً تفاءلوا بالخير تجدوه، ثانياً الأعمار بيد الله عز وجل، ثالثاً الموت ما له مكان. والإنسان إذا تحصن وذكر أذكار نزول المنزل، حفظه الله عز وجل في هذا المكان حتى يرتحل. اضطريت اني البس قناع، هذا اللي تكلمت عنه انا في الفيديو السابق، قناع التجهيزات برد. ميزة الرحلات اللي قليلة العدد حقيقة انها تعرفك على الرجال الكريم الحليم المتعاون الصادق، وهلم جرا من مكارم الأخلاق. لأن رحلات الاستكشاف قليلة العدد فيها مواقف تظهر معادن الرجال، والإنسان فيها يفيد ويستفيد، تظهر فيها معادنه ومعادن الآخرين، ويحدث نوع من المشاركة والانسجام، وتعطي قرب، لأن وجودك على الدراجة يختلف عن وجودك داخل سيارة، في تعطل، في احتياج، في مساندة، وفيها مغامرة تتعلم منها وفيها وتعلم بها فائدة وتضحية. أحياناً التضحية لها طعم، لها أجر، مهارة أخلاقية عظيمة. فيه مخيم، ما أدري هو ما زال موجود أو أزلوه، راح أروح له الآن. هذا المخيم شبابي دعوي، يقوم عليه مكتب توعية الجاليات بالأحساء، أزلوه، ما باقي منه إلا الأطلال، المسجد المتنقل، هذا اللي باقي، المصلى المتنقل. طبعا المصلى موجود داخل هذه الحاوية بالكامل، فرش الصلاة، مكبرات الصوت، المواد الدعوية، المصاحف، وشغلات أخرى. أعتقد أنه من الجيد أن نختم الآن. أطلت عليكم كثير، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أستمع.